واخدني على فين؟ يا عم واخدني على فين؟ يلا مالك؟ اتخشبت ليه؟ ما تدخلي. مش لما اعرف بس واخدني على فين؟ زي ما انت شايفه كده، واخدك السيمه، هفرجك على فيلم حلو قوي، بس ما تقلقيش هتتبسطي. بقول لك ايه، انا جيت معاك وطوعتك عشان مش عايزه فضايح. صفوت حاطتني في دماغه بقاله شويه، واقسم بالله الفضيحه لو طالتني مش حطوني لوحدي. حلو، والفضيحه دي بقى هتحصل لو ما طلعتيش معايا فوق دلوقتي. يلا طب بقول لك ايه، انا مش عامله حسابي دلوقتي، انا جيت لك المحل بس عشان نتفاهم. وانت هتفضلي سايقه الهبل ده كده كتير؟ هكون جايبك هنا لسه عادي يعني؟ هنلعب بلاي ستيشن؟ ما انت عارفه انا عايز ايه. عارفه ولا مش عارفه؟ اه طب اتكل على الله يا ام عبير، امشي. انا شكل الحاجات اللي معايا دي كده ملهاش اي 30 لازمه. اقول لك على حاجه، انا اخدها اديها لعم صفوت وهو يشوف هيتصرف ازاي مع حريم. لو على صفوت مش اشكال، كنت طوعتك وخلصت. ما صاحبك لوى دراعي وجيت معاه قبل كده، بس انا ما اقدرش اعمل كده مع راجل غيره. انا عايزاه هو في الحلال. وانت فاكره ان شويه المحن اللي بتعمليهم دول هيدخلوا عليا؟ ما تطلعي يا اوليه انت وخلي امك. يلا انت اللي جابك هنا دلوقتي؟ امشي انت دلوقتي يا ام عبير. هي مين دي اللي تمشي؟ قلت اللي جابها عشان تمشيها؟ سيبها تمشي يا تريكه، الست دي ما تلزمناش. ما تلزمكش انت ولا قعدت تلزم اي حد الا جوزها. اه وجوزها ده بقى اللي هو مين؟ عم صفوت ولا ان شاء الله هيبقى انت؟ انت اتهبلت يالا ولا بلع حاجه على الصبح؟ الست تعبت يا تريكه وربنا عافى عنها وبعدها عن السكه الشمال. ماليش فيه، ما يخصنيش يا عم. وبعدين هي اللي تابت دي ليه لسه رايقها بيجري عليك؟ ولا انت عشان جبت اخرها وزهقت؟ لا عشان تعبت يا تريكه، عشان تعبت. وانت عارف كويس قوي انا عمري ما كملت ودوست مع بنت تعبت. مفيش وسخه بتتوب. اقول لك على حاجه، كلهم وسخين. ما تنشف بقى يالا وتفكك من حوار مروه اللي قالب دماغك ده. وايه اللي دخل مروه في الحوار دلوقتي؟ سوني انا بعمل اللي انا عايزه ومفيش حاجه قلبه دماغي. اطلع منها انت بس. مرتاح مع السواق الجديد؟ آه الحمد لله. نادين متوترة قوي بسبب موضوع تقع. آه كنتش متخيلة إنها هتتعلق بيها بسرعة كده. أنت عندك مشكلة إنها مشيت؟ أنا لا أبدا خالص، بس أنا مش فاهم إيه علاقة تقع انها تمشي بسمير. ماله سمير؟ اصله قالت لي انك قلت لها سمير لازم يمشي. غريب، ما جبتش سيره سمير خالص في كلامنا مع بعض. على العموم هو مشي، عمل مشكله كبيره في الشركه ومشيته. خساره والله، كان لطيف جدا. اتبسطت في شرم؟ قوي. ده انت حلو عليك، ده نيو لوك انت كمان. لا نسيت احلقها بس. هنتبسط مع صحابك؟ قوي. صحيح شريف حدد ميعاد خطوبته. ايه ده بجد؟ مبروك. وانت ما شفتيهوش هناك ولا ايه؟ لا ما لحقتش، كانوا عاملين بروجرام طويل قوي. على العموم هو رجع القاهرة النهاردة. ايه بجد؟ طب حلو. خطيبته لطيفة؟ أيوة قوي. نائل أنا أعصابي تعبانة الفترة دي، محتاج أفصل شوية. يا أكرم مالك؟ محتاج اروح اقعد عند ماما كام يوم كده بس،
افصل يعني. وبعدين هي محتاجاني اكيد في توضيب خطوبه شريف و... ومش عايزه تزعل مني عشان بقالي كتير ما رحتلهاش. خلاص براحتك حبيبي لو ده اللي هيريحك، بس انت توحشني يعني. الو. ايوه يا مستر، المدام فتحت موبايلها. انهي واحده فيهم؟ مدام عبله، وعرفت مكانها فين. عاجبك كده يا حبيبتي؟ زين قوي يا ابله، تسلم ايديك حقيقي. هنحط بقى توكه هنا وتوكه هنا عشان الحمد لله على السلام. الله يسلمك. سبت بيتك ليه يا عبله؟ خفت. ما كانش قصدي اخوفك، بس اللي طلبته ده من حقي. في شرع مين؟ بص يا عبله، انا مش جاي اتخانق، انا عايز اوصل لحل. العيل ده انا مش هنزله. بس انا لما اتجوزتك ما اتفقتش معاكي على كده. امال الاتفاق كان على ايه؟ لان انا ست لمزاجك وبس، ولما تزهدها ما يبقى لهاش عايزه لا هي ولا اللي منها. لو في حد يبقى ليه الحق في النفس اللي انا بتنفسه ده يبقى هو. هدي نفسك يا ست عبله، وسيبنا اتكلم مع الاستاذ راجل لراجل. وده بيعمل ايه هنا؟ مالكش فيه، وقسما بالله لو فتحت بقك لابصل لك رقبتك. ضحي. انا جاي اتكلم مع مراتي اللي لحد دلوقتي انا مش فاهم ازاي تسيب بيتها وتيجي تقعد معاك هنا. سعاده الباشا، الست عبله قاعده هنا عند اختي، واحنا ناس بنفهم في الاصول، وما تخلاش اللي ركبنا العيبه. سيبه يا معلم ضاحي، خليه يتكلم مع الست اللي على ذمته، اللي واضح ان هو لسه ما يعرفهاش لحد دلوقتي. انا فعلا مش عارف اي حاجه، وواضح انك رتبت كل حاجه وبتضحكي عليا. اتكلم بقرب وما تعليش صوتك. استنى هنا يا ضاحي، اسمع يا استاذ، انت لما جيت الحته بتاعتنا شفتني ست حره واقفه بطولي، وهفضل كده بعون الله واشد. انا لا ضحكت عليك ولا على غيرك، بس حكمه اللي خلقك ان العيل ده يطلع منك انت. تحرقش دمك يا ست الكل، مش حد يستاهل. قبل فهميني عبلة، انا اخر حاجه ممكن اكون عايزها اني اضايقك، بس حط نفسك مكاني، انا حياتي بتتدمر ونايله مش هتستحمل ده. انا عندي اسره بحبها. انت ما تعرفش تحب حد، الايد اللي ما تعودتش غير انها تاخد ما تعرفش تدي. بص يا عبلة، اللي في بطنك ده هينزل بالذوق، هينزل بالعافيه، هينزل. انا لما اتجوزتك ما اتفقتش معاكي على كده، ومش عايزك تشوفي مني وش عمرك ما كنت تتخيلي انك تشوفيه. سعاده الباشا، عيب قوي في حقنا لما الست عبله اللي تبقى عايشه في وسط اهلنا وعزوتنا تتهدد.
حضرتك تروح تعمل الشوية العوا دول هناك وسط محاسيبك وعلى ضيشك، انما هنا لا، هنا رجالة البلد يوقفوا لك زنار ويزفوك لحد بلدك. ده لو الست قبلها امرت. مالوش لزوم يا معلم ضاحي، الاستاذ هيمشي من غير شر. شرفت يا استاذ. خلاص يا ضاحي انا هرجع على بيتي. هتعمل ايه يا بنت الناس؟ هشوف حالي ومحتاج، ما هو عارف طريقي بقى. طب ما تقعدي وانا قاعدك في حته مش عارف اوصلك فيها تاني. ما دام وصل لي هنا يبقى هيوصل لي في اي حته. يبقى شكله مش ناوي يجيبها لبره. ربنا يستر. هناك عم جمال وسمير، وانت كمان مش هتسيبهم. ربنا كبير. انت بنت يا نور، انت الحاجة الحلوة الوحيدة اللي حصلت في حياتي. نور انا واحد تاني غير الصورة اللي في خيالي. وعملت حاجات وحشة كتير، بس انت هتسامحيني مش كده؟ وانت بالذات يا نور عمري ما قصدت ان اذيكي ابدا، عشان انت بنتي يا نور، بنتي من ساعة ما خدتك وهتفضلي بنتي طول العمر. انا يمكن اول ما خدتك كنت حاسس انك مسؤوله مني وكنت ندمان، بس بعد كده الندم ده تحول لحب، وحب كبير قوي ما افتكرش هعرف احبه حتى الابن اللي من صلبي. وطول الوقت كنت خايف، خايف حامد يرجع وياخدك مني. أنا ما كنتش أعرف أعيش من غيرك يا نور، والله، عشان أنا بحبك أوي يا نور. أنا جبتلك معايا حاجة، جبتلك معايا صورة هدى مامتك، بس دي مامتك بقى بجد. أنا آسف يا نور، بس أنا لما اديتك صورة تانية ما كنتش عايزك تتضايقي، واديتهالك مش عارف اديتهالك ليه، يمكن عشان تتمنى انها تبقى مامتك، يمكن. مامتك جميلة قوي يا نور، هي يمكن اتجوزت غلط، كانت بتحب حد تاني، بس هي كويسة. وحامد كمان اتظلم، مفيش حد فينا ما بيغلطش، كلنا بنغلط يا نور، ولازم نسامح علشان نعرف نعيش مع بعض. ازيك يا سمير؟ هي عاملة ايه دلوقتي؟ كويس الحمد لله، شكرا يا طارق. هو الدكاترة قالوا عندها ايه؟ صدمة عصبية حبيبتي، صغيرة قوي على الحاجات دي، ان شاء الله تبقى كويسة. انت كويس؟ مش عارف. انت عاملة ايه؟ تمام.
اكيد عندك مشاكل كتيرة بعد اللي انت كتبتيه على الفيسبوك. كتير يعني، لسه بحاول اخلي اهلي يكلموني زي الاول باي شكل. ده لسه ما حصلش، بس يعني عندي امل انهم يسامحوني الاول على الغلطة الكبيرة طبعا، ونفسي يفهموا انا ليه كتبت على الفيسبوك. وتفتكري ده ممكن يحصل؟ مش عارفة، في برنامج كلمني وعرض عليا ان انا اطلع معاهم واتكلم عن اللي حصل لي، يمكن لو سمعوني. هتطلعي في التلفزيون عشان تتكلمي يا تقى؟ وهتقولي ايه بقى ان شاء الله؟ انا مش قادر افهمك خالص الحقيقه. انا مقتنعه ان انا عملت الصح يا سمير، او على الاقل عملت الحاجه الوحيده اللي كان ممكن اعملها عشان اعرف اكمل حياتي. انا ماليش دعوه انت بتعملي ايه وما بتعمليش ايه، انا شايف ان دي خطوه ما تقلش غباء عن الخطوه اللي قبلها. وتفتكري بقى كده ان هما هيسامحوك ان شاء الله؟ جايز، ما هي الناس لازم تتعلم تسامح عشان تعرف تعيش. وهتطلعي في انهي برنامج؟ البرنامج ده بتاع حازم سلام، راجل محترم وبيقف جنب الغلابه والمظلومين. انت عارفه مين حازم ده اصلا؟ ايوه عارفه، صاحب استاذ اكرم. طب خلي بالك منه. حاضر. وخدي بالك على نفسك. حاضر. اتفضلي عشان اوصلها. اكتر واحد مبالغ في العيلة. واشيك طبعا، مفيش صورة وقتك. شكرا. يا ريت لو تبي في كل الصور. مالا؟ انت رايحه فين؟ رايحه ارقص. خد. لو سمحت. فهمت. انا مش طلبت منك ميه من ساعه. انا اسف حضرتك، ثواني والميه هتكون عند حضرتك. ايه ايه جميل، متعصب ليه؟ لا متعصبه ولا حاجه. يا سلام، شايفك من الصبح متعصبه، انا كاني خطبت دينا مش ساره. انا قوت عينيك. لا لا ازاي، ده انا فرحانه لك انت وساره قوي، ما تشغلش بالك بيا انا. تمام، افرحي اكتر بقى. يا شارك. سوري عن اذنك. حزوم حبيبي، عامل ايه؟ الله يبارك فيك يا حبيبي. عامل ايه؟ الف مبروك يا شريف. الله يبارك فيك يا ست الكل. ميرسي. واقف لوحدك كده يا حبيبي. انا قلت برضه عمرك ما هتغلط الغلطه دي ابدا. عايز اقول لك ان انا تقريبا غلطتها النهارده. لا بجد، هي فين؟ عايز ابارك لها. موجوده طبعا، خطوتها اكيد. اهي تعال تعال ساره. اهي العروسه. لا الف مبروك بجد زي القمر. شكرا. الف مبروك يا حبيبي. ده بقى حازم طبعا غني عن التعريف، مدام منى تبقى مراته. مبروك. الله يبارك فيك. ربنا يتمم لك بخير حبيبي. هجي لك كمان شويه، تعالى نرقص شويه. لا متاكد انه بيخون. متاكده ازاي يا هند؟ ماجد لا يمكن يعمل كده. لا يا اكرم، بقاله فترة متغير، اخد باله من نفسه وعلى طول ماسك الموبايل سرحان فيه، حتى الباسورد اللي كان مع الولاد دلوقتي بيغيره كل 3 ايام. لما بيقعد معايا بيقلب الموبايل على وشه عشان ما اعرفش هو بيتكلم مع مين. لا لا لا، مش معقول اللي بتقوليه ده. كل ده لا يعني انه بيخونك. ماجد لا يمكن يعمل كده معاكي انت. لا، في واحدة تانية في حياته انا متأكد.
هي مين؟ معرفش، مش عارفة. هي في واحدة تانية معرفش هي مين. نفسي في دليل واحد أمسكه عليه. يا حازم، عمري ما شفتك متوتر كده. لا مفيش، انا عندي بس شويه مشاكل في الشغل بس هتخلص. مشاكل في الشغل ولا مشاكل مع منى؟ لا دي حاجات مالهاش علاقه بمنى خالص. كده كده ما تقلقش، كل حاجه هتتظبط، هتبقى في مصلحتك. ميرسي. طيب انا هروح ادور على الشنطه بتاعتي. مالك، في حاجه مضايقاك؟ لا لا، أنا زي الفل. ممكن النهاردة ما تروحش عند مامتك وتروح معايا؟ عندي ليك مفاجأة حلوة. مفاجأة ايه؟ لا ما ينفعش، لما نبقى قاعدين في اوضتنا لوحدنا مولعين كاندلز بنشرب واين هقول لك. ايه يا نايلة، عايزيني في ايه؟ مالك مستعجل كده ليه؟ تعال اقعد جنبي. ارجوك يا نايلة قولي لي ايه المفاجأة؟ اوكي تعالى، ما هيكون ليها اخ او اخت. يعني ايه بعمل كده ليه؟ هو انت ليه عايزاني افضل متلخبط ومش فاهم حاجة؟ انا؟ ليه؟ بالعكس يا اكرم، انا بعمل كده علشان نقرب من بعض. اخر حاجة كنت اتوقعها ان ده يبقى رد فعلك لما اقول لك ان انا حامل. اشمعنى دلوقتي؟ يعني ايه اشمعنى دلوقتي؟ اوكي لو عايز سبب علشان خاطر تعالى يبقى ليها اخ او اخت، ولو عايز سبب تاني علشان انا وانت خلاص مشاكلنا كلها اتحلت، بقينا محتاجين ناخد خطوة لقدام في حياتنا مع بعض. انت شايف ان مشاكلنا اتحلت؟ طبعا اتحلت. انت من ساعة ما رجعت وانا بقيت أسعد واحدة في الدنيا. انت بس اللي متغير بقالك شوية. مالك يا أنكر؟ في حاجة مضايقك مني؟
ايه يا ابني؟ نزلتني على مال وشي ليه؟ مالك يا ابني؟ حصل حاجة؟ نايلة بتقولي انها حامل. لا لازم تصلح غلطتك وتتجوزها. تفتكر مين ابو الطفل ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت سكرت؟ معرفش ده حصل امتى، لما بعدنا عن بعض ولا لما عرفت ان انا اتجوزت عبلة، بس اللي انا متاكد منه انه في راجل تاني في حياتها. بالراحة عليا بس عشان دي معلومات كتير قوي. عبلة مين اللي انت اتجوزتها؟ عبلة صاحبة المصمت اللي انا وانت وسمير روحنا اكلنا عندها. عبلة المعلمة بتاعت المصمت؟ ونايلة عرفت؟ مش عارف شكلها عرفت غالبا، يعني عرفت. انا لما علي قال لي انه شافك في لبنان مع واحده بلدي كده، قلت انك بتعط شويه يعني بتجدد نشاطك في بريك زي ما انا قلت لك. بس نايلة هانم تتجوز عليها معلمه المصمت؟ دي ليها حق تقتلك مش تخونك بس. عرفت منين انها بتخوني؟ عرفت منين بس ايه؟ ما انت يا ابني لسه قايل لي دلوقتي. وبعدين حتى لو بتخونك انا اعرف ازاي؟ انتوا كنتوا بتتكلموا في ايه وانتوا لوحدكوا في الحفله؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ في حاجه بينك وبين نايلة. انت اتجننت يا عم انت؟ سكران ومش عارف بتقول ايه لما اتجننت فعلا. ممكن تفكر 5 ثواني في الهبل اللي انت عمال تقوله لي ده؟ افكر في ايه؟ افكر في ايه انت؟ انت خلاص خلاص مش عارف، مش كنت ولا رامز ولا انت الوسخ، انت صح؟ انت صعبان عليا. عامل ايه يا مجد؟ الحمد لله كويس. وهند والاولاد كويسين. بتعمل ايه اليومين دول؟ يعني العادي، الشغل، البيت، مكتب، الحاجات دي يعني. وانت ليه ما خلتنيش اجيلك المكتب؟ مخنوق، مش طايق قعدة المكاتب. انا اول مرة اشوفك بتدخن. هو في حاجة اكرم؟ مفيش حاجة، عادي برغي معاك شوية يعني. ايه مرغيش مع جوز اختي؟ لا ارغي. انت مبسوط يا ماجد؟ مش فاهم يعني في ايه بالظبط؟ في حياتك، في الشغل، في الجواز. الحمد لله انا يعني في الشغل الحمد لله تمام، وفي الجواز بقى انت عارف يعني انا بحب هند قد ايه. اصل احنا الرجاله اوقات بنزهق، بنمل، فبندور حوالينا. بس مش كل رجالة. هي هند اشتكت لك من حاجة؟ لا 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 مفيش حاجة، أنا برغي معاك حاجة تخصني بس يعني. أنا ليا مين غيرك؟ أنت وشريف وهند.
برضو اخوات؟ اه طبعا طبعا، انت عارف يعني اكرم انا دايما بعتبرك اكتر من اخويا. تفتكر الستات برضو ممكن يحسوا بالملل ويزهقوا ويدوروا حواليهم؟ يعني طبيعة الحياة الملل، ملل يعني. بس مش هو المفروض الحاجات دي تبقى مجرد فكرة يعني في الدماغ، لكن مش مفروض انها تتطور لأبعد من كده. حتى لو فكرة دي تبقى خيانة ولا لا؟ اه طبعا، بس مش بالمعنى المفهوم يعني. بص يا اكرم، انا عندي ميتنج كمان ربع ساعه، انا ممكن اروح وارجع لك تاني يعني لو، ولا انت مش هتيجي معايا شغل؟ انا قاعد شويه. طيب هسبق انا بقى. مالك؟ بقولك مالك؟ مفيش حاجة، مفيش. متأكد ان مفيش؟ عادي يعني. عندنا زبالة، مستحقش حتى انك تسأل انا كويس ولا لا. تقلي تقوله. انا كلب، انا اسف، بس والله العظيم ما كان قصدي اعمل كده. من امتى؟ والله ما عرفت اخلص منها، وحاولت والله اخلص منها بس ما عرفتش. مين يا مالك؟ ندى قريبتكم. ندى العيلة؟ بالظبط، هي عيلة قعدت تزن، والله العظيم هي اللي كلمتني وقعدت تحاصرني، وأنا والله العظيم والله ما لمستها. هند والله أنا بحبك، هند أنا بحبك والله العظيم. بتحبيني وبتخوني؟ والله. وأنت عليك يا ماجد؟ اقسم لك بالله والله ما لمستها، انا ما قابلتها مره واحده هي لقيتيكي شفت هي لما ما ردتش عليها قعدت جت البيت كنت هند والله انا قابلتها مره واحده حددت انها تنتحر، وانا خفت تعمل فضيحه والله العظيم. انا عايزه اتطلق يا ماجد. لا هند، طلق هند طلقني. اشتمي طلقني، ما تجيبني. اضربيني، اعملي اللي انت عايزاه، اعملي اللي انت عايزاه، بس بلاش موضوع الطلاق. ايدي ابوس ايدي. اسكت هند والله العظيم. كفايه كلام، مش والله عايز اسمع حاجه. انا بحبك، انا عايزه اتطلق، مش عايزه اشوفك تاني. هند والله العظيم. هند رايحه فين؟ طيب رايحه فين؟ رايحه بيت امي، مش عايزه اشوفك تاني والله العظيم. يا هند ما لمستها. ايوه يا وائل كويسه، مفيش حاجه. ماجد بيخوني يا وائل، وبيخوني مع عيال عندها 20 سنه. انا سبت له البيت، مش مصدقه اصلا ده يحصل فيا. ومن مين؟ من ماجد. لا ما مش هينفع، انا هبقى اكلمك بعدين. شكرا. مرسي. سوري يا نايلة،
ما كنتش عايزه يصحى يدور عليها هناك. لا اتس اوكي يا حبيبي، هو نام ازاي؟ الدكتور قال لي على حقن مهدئه اديتها له فنان. طب هو ليه ما جاش يشوفه؟ هيجي له النهارده بالليل، بس انا مش عايزه يصحى هناك في البيت. طيب خلاص هاته هنايمه في اوضه التلج. لا 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 خليه، انا هوديه. الدكتور قال لك هيفضل نايم قد ايه؟ 3 أو 4 ساعات. لا عشان ان شاء الله هيصحى زي الفل. بالذمة دي امي، دي في ام في الدنيا تعمل كده؟ سنين يا نايل انا عايش مستحمل وضع ما يستحملوش اي راجل في الدنيا، كل ده علشان آدم يحس إنه طفل عادي عايش مع أبوه وأمه. كنت ممكن أعمل إيه تاني علشان تقدر تفهم أو تقدر ده؟ كان في إيه تاني ممكن يتعمل يا نايلة؟ عارفة يا هاني، والله عارفة. تعال نسيبه نايم، أنا هشربك حاجة تهدى بس. تعال. الحيوانة مش كفاية إنها تمشي، لأ دي كمان تقعد تتكلم مع ولد سنسيتيف زي ادم وتقول له انها ماشيه وتعيط قدامه لحد ما الولد ينهار من العياط هو كمان، وبعد كده تسيبه وتمشي. هو للاسف اليوم ده كان اكيد كان هيجي يعني، وانت نفسك كنت متوقعه. وبعدين هي من اول يوم عمرها ما عرفت تتعامل مع الموضوع ولا تستوعبه زيك. كان عندي امل يا نايلة، مش انها تعرف تحبه زي ما انا بحبه، بس على الاقل تحس باي نوع من المسؤوليه ناحيته في يوم من الايام. بتعمل ايه فوق؟ انت بتقول ايه يا اكرم؟ رد عليا، انت بتعمل ايه هنا؟ في ايه يا اكرم؟ مش فاهم انت عاوز ايه بالظبط؟ اكرم انت اتجننت ولا ايه؟ انت كنت معاها بتعمل ايه فوق؟ لا انت اتجننت بجد، كنت بنايم ادم في اوضه التلا يا اكرم. المفروض انا اصدق الكلام ده. بس يا اكرم في ايه؟ انت اعصابك تعبانه لدرجه انك مش عارف تتكلم مع مين وبتقول له ايه؟ هو طبيعي الاقي مراتي نازله مع راجل من اوضه نوم واقف ساكت؟ انت سامع نفسك بتقول ايه؟ انت عارف ده مين؟ ده هاني. هاني دخل البيت قبل ما انت تدخله. انا لو في حاجه بيني وبين هاني عمرك ما هتعرفها. ايه يا اكرم؟ ينفعش انت. اكرم انت بجد مش شايف نفسك؟ انت فعلا المفروض تفضل في بيت مامتك لغايه ما اعصابك تهدى وتفهم انت بتعمل ايه وبتقول ايه. ارجع بيت مامتك. اسفه يا هاني، انت كويس؟ ايه ده؟ ببعت رسالة لأم عماد يا اخويا. أم عماد ولا أم وفاء؟ أنا عارفة بقى يا صفوت، لخبطتني يا اخويا، خضتني. أموت وأشوفك. أموت وأشوفك. أموت وأشوفك وأشوفك. أنا ببعت رسالة لأم عماد بقول لها مين الراجل اللي أنت بعتها له الرسالة ده؟ راجل مين يا صفوت؟ طيب. مفيش حاجة. راجل إيه؟ بقول لك أم عماد بعت لها رسالة فيها. طيب انت متبحت هنا دلوقتي اهو. مين اللي انت بعت له الرساله؟ مفيش يا صفوت رساله، دي ام عماد انا بعت لها. مين اللي انت بعت له الرساله دي؟ مين؟ والخدمه الشريفه. وحياه ربنا انا ماليش دعوه، هم اللي متبقيني يا صفوت. مين هم؟ مين هم؟ مين؟ العيال بتوع محل الموبايل، هم متبقين ناس كتير قوي في الحته، مش هنا بس، ستات كتير.
بيلزقوا لهم صور فوتوشوب يعني، وكانوا عايزين اروح لهم بس انا والخدمه الشريفه ما رحت لهم. ايه دخلك بيهم؟ ايه دخلك بيهم انت؟ انا رحت لهم عشان احط النت على عده جديده، ومن ساعتها يا اخويا هم مش سايبيني في حالي. انا ماليش ذنب، ماليش ذنب يا صفوه. مين فيهم بقى اللي مش مخليك على بعضك؟ ما اعرفش يا اخويا، وحياه ربنا ما اعرفهم من بعض، ما اعرفهمش، ما اعرفهمش. مين فيهم؟ مين فيهم؟ انا اعرفهم كويس. مين؟ وحياة بنتي ما اعرفه، ما اعرفش هم مين. كلميه، كلميه، كلميه. اكلم مين؟ ليه؟ ليه؟ انت مال اهلك انت؟ تتنفذي اللي بقولك عليه، صرمة قديمة في بقك. كلميه قولي له عايز اشوفك دلوقتي حالا. افتحي لي السماعة دي. يلا. حاضر حاضر. يا اهلا بالمحلبيه.